السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين أما بعد إخواني وأخواتي في الله وصلنا بفضل منة الله سبحانه وتعالى بفضل الله الفتاح الأكرم سبحانه وتعالى للحلقة التاسعة في التدبرات في سورة الفتح في دورة إنما يبيعون الله وهنبدأ يا جماعة الأول بالآية بتاعت إنما يبيعون الله اللي هي الايه رقم عشرة وبعد كده هناخد صفحة بقى هي أنا بعتبرها من أخطر صفحات القرآن بعتبرها نقل في مفهوم الأمة بعتبرها بتتكلم عن كبيرة من أشد الكبائر اللي الأمة كلها وقع فيها ومش واخدة بالها أنها كبيرة وأنها من الموبقات وهنشوف الوقت ربنا بيكلمها زي ده ربنا الصفحة اللي جاية دي كلها يكلم مسلمين ومسلمات وملتحين ومنقبات ومحجبات وناس بتصلي في الجوامع وناس بتصلي الفجر في الجامع وهنفاجأ ان طريقة الكلام طريقة مرعبة اخوانا هنفاجأ الوقت ان في غلطة قاتلة ما ينفعش مسلم يقع فيها وإلا ربنا هيقوله له وهيقول لها اخطر كلمة قالت في الصورة واشد كلمة قالت في الصورة وكنتم قوما بورا يعني ايه بور يعني زي الارض البيرة يعني لا تمثل اي اضافة اي واحد مننا اشد كلمة ممكن يسمعها لو راح شغلانة جديدة ان صاحب الشغل يقول له انت لم تمثل في الشغل من يوم ما جيت اي اضافة كلمة بتحسسك انك صفر على الشمال تخيل لما ربنا يقول لناس كده هم مين الناس دول وايه اللي حصل وايه الصفحة دي وايه الكبيرة الرهيبة اللي الامة واقعة فيها الوقت هنشوف ولكن بعد ما ناخد الاية رقم عشرة اللي هنبدا بيها اللي شعار الدوره كله حواليها قال الله عز وجل يلا افتحوا المصحف معايا بقى لان فتحه المصحف بفتح من الله ما المصحف اتفتح في حياتنا من اجل الترتيل او من اجل التدبر يبقى فتح الله يتنزل علينا ونحن موصولون بالله ده حبل الله يا جماعه ده حبل الله طرفه بايدينا وطرفه بيد الله تخيلوا اللي بينه وبين ربنا حبل ممدود حبل مش معناها حبل زي الحبل المفتول ده حبل زي الحبل السري كده اللي قاعد ينقل الغذاء وقاعد ينقل الدم وقاعد ينقل الفيتامينات للجنين فالحبل الله المتين اللي هو القران ده حبل رحمات ونفحات وعطاءات وفتوحات وبركات ورزق وتيسير وسكينه ونور وبركه وفتح ومدد ده حبل الله تخيل بقى اللي بينه بين ربنا سبحانه وتعالى حبل ممدود من العطاءات التي لا تتوقف فيه ود اكثر من كده من الله الودود الفتاح سبحانه وتعالى ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله كنا بنتكلم المره اللي فاتت ان النبي عليه الصلاه والسلام ربنا قال له ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ل... لتؤمنوا بالله ان النبي كان كل حياته متجرد من اجل ان يزداد منسوب الايمان في القلوب يبقى النبي عليه الصلاه والسلام حدد لكل داعي الى الله إرسلتك في الحياه رسالتك ورسالتك ان منسوب الايمان يزيد في القلوب لو الايمان زاد هيجي الخطوات اللي بعد كده وتعذروه هنبدا بقى نرضع اي انسان يقرب من رب من, من الاسلام او يقرب من الرسول وتوقروا قلوبنا وقلوب المجتمع هتتملى توقير لشرع الله والكلمة حلال وحرام والكلمة قال الله والكلمة قال رسول الله والكلمة أمر والكلمة ناهية نبدأ نوقر شرع الله في المجتمع مش نسيب شرع الله لمجرد ان احنا خايفين على دنيتنا وشهواتنا ومتاعنا وملذاتنا وتسبحوه بكرة وأصيلة هنتحول لعباد نهار بكرة وأصيلة اي ليلا ونهارا ليلا ونهارا مش مجرد ساعة بالنهار وساعة بالليل ده كل ده لما يحصل ايه لتؤمنوا بالله ورسوله لما منسوب الايمان هيزيد ده اسمه العلاج الجذري ده اسمه التفكير الجذري في حل مشاكلك مشاكلك كلها سببها ضعف ايمان مشاكلك كلها سببها ضعف ايمان لو منسوب الايمان في قلبك زاد مشاكل حياتك كلها تتغير لان نظرتك هتتغير علماء الطب النفسي بيقولوا ان المرض النفسي مش بسبب المشاكل والا فكل الناس كان لازم تمرض نفسيا لان الحياه كلها مليانه مشاكل يقولوا ان المرض النفسي بسبب تفاعل الانسان مع المشاكل ان الانسان بيبقى لابس نظارة مكبرة اللي ربنا اتكلم عنها في سورة المعارج ان الانسان خلق هلوعا بيكبر المصايب وعنده كاتاستروفيك سينكينج عنده دايما تفكير كارثي واعتقاد ان كل مشكلة صغيرة تبقى مصيبة اذا مسه الشر جزوعة واذا مسه الخير منوع دايما الانسان مرعوب وبيبص بهلع لكل حاجة ولما يشوف أي إنسان حصل له مشكلة يتهالوا أن المشكلة دي هتحصل له هو كمان فالإنسان عايش خايف من كل حاجة وخايف على كل حاجة العلاج الجذري للهلع والفزع والاستعداد للأمراض النفسية يعني ربنا في سورة المعارف بيقول لك انت مخلوق عندك استعداد للامراض النفسيه خلق هلوع انت مخلوق عندك استعداد للاكتئاب والتوتر انت عندك استعداد نفسي لده طب ايه بقى اللي يخلي الحاجات دي ما تجيليش زياده الايمان فالنبي عليه الصلاه والسلام كان كل حياته من اجل رفع منسوب الايمان عند المرأه، رفع منسوب الايمان عند الرجال، رفع منسوب الايمان عند الاطفال، رفع منسوب الايمان في الواقع كله، مخاطبه قلوب الكفار من اجل انها تفتح ابوابها لما تسمع الوعظ. فلما الايمان يزيد تبدا تنقاد لدين ربنا، لان الناس ما بتسمعش كلام ربنا مش بسبب انها مش مقتنعه، بسبب انها شايفه ان الدين بيتعارض مع شهوتها وملذاتها، واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه، مش مقتنع فيه. فالناس لانها عايزه اللي رايح الساحل الشمالي ولا رايح مثلا يقع في زينه ولا رايح هو عارف الحلال من الحرام بس هو مش قادر يسيب الشهوه بتاعته عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام ربنا لخص رساله عمر النبي في كلمه لتؤمنوا بالله ورسوله رفع منسوب الايمان يبقى دي وظيفه الدعاء كلها النبي تجرد للرساله دي النبي ما كانش عايز مركز ولا عايز سلطه ولا عايز الناس تقفله ولا عايز يعظم ولا ولا النبي عليه الصلاه والسلام عاش زاهد لاخر لحظه في حياته ومات زاهد عليه الصلاه والسلام ومات على ما عاش عليه عليه الصلاه والسلام لما النبي تجرد ربنا قال له ايه بقى؟ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يعني النبي هو رمز الدين على وجه الأرض يبقى كل ما هتتجرد لله كل ما ربنا هيرفعك كل ما هتتجردي لله مش انا، شخصيتي، موقعي، مركزي، كلمتي، رأيي، ازاي تاخدوا قرار وانا مش موجود، ازاي فلانه تعمل كذا وانا اللي اتعب وفي الاخر الشغل يتنسب للكل او يتنسب ليها، طول ما الانا دي موجوده انت هتفضل تنزل وتخفض، طول ما انت متجرد للدين وللدعوه المهم المكنه تطلع قماش، مش مهم الصخره تتفتح على ايد مين. المهم ان الصخرة تتفتح المهم ان الدين ينقذ المهم ان الناس تهتدي مش مهم ان ختم يتحط ولا اسمي يتحط طول ما انت شغال عشان الله طول ما انت شغال في الدعوة عشان لتؤمنوا بالله طول ما انت متجرد ربنا يخليك رمز للدين وهيظل يرفعك رفعة بعد رفعة لانك منكسر لله ومتجرد لله ان الذين يبايعونك انما اقوى اداة قصر في اللغة يبايعون الله طب لفظ المبايعة قلنا في فرق بين البيع والمبايعة البيع ان انا عندي سلعة مثلا موبايل انت بتديني خمس تلاف جنيه وانا بديك الموبايل يبقى انت بتديني شيء من اللي عندك وانا بديك شيء من اللي عندي انما البيعة انا بديك كل ما عندي وانت بتديني كل ما عندك عشان كده ده مصطلح في السياسة الشرعية لمبايعة الشعب للحاكم الشعب بيقول للحاكم انا هديك انتمائي ووفائي ودعمي وطاقتي وكل حاجة احنا جنودك احنا فريق عملك ما فيش دين على وجه الارض ارتقى للنظره العبقريه دي في السياسه الشرعيه والنظره الاعجازيه بقى لانها من عند الله في السياسه الشرعيه ان الاسلام هو الدين الوحيد اللي حول الشعب كله لفريق عمل للحاكم وحول الحاكم لخادم للشعب اعلى من كل النظرات اللي موجوده في المذاهب الوضعيه الدنيويه بكتير فالبيعه الحاكم هيديني كل انتمائه وعمره وتركيزه من اجل مصلحتي وانا هديله ان انا هقف في ظهره وهدعمه بكل ما اوتيت من قوه فدي البيعه فتخيل بقى انك انت بتبايع الله ابايعك يا رب قائدا لحياتي ابايعك يا رب موجها ومربيا ابايعك يا رب مشرعا انت يا رب خلاص هتقود حياتي انما يبايعون الله كلمة جبارة أنا هديك كل ما عندي يا رب، أنا هدي لدينك شبابي وتركيزي ومواهبي، هدي لدينك مالي وفكري، هدي لدينك طاقتي وعمري وتضحياتي، هسخر زي أبو بكر الصديق بناء أولاده بيعملوا للدين، زوجته بتعمل للدين، غنمه بتعمل للدين في الهجرة وبتخفي آثار النبي عليه الصلاة والسلام، أنا يا رب هديك كل ما أملك وانت هتديني ما عندك او اللي عند ربنا الجنه الرضا نعيم الدنيا والاخره <applause> انت ايه اللي عندك انت عبد فقير حقير انما الله ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره فربح البيع يا كل داعي الى الله ربح البيع يا كل واحد بايع ربنا في حياته ويا كل واحده بايعت ربنا ولفظ يبايع يفاعل يفاعل صيغته في الاستمرار آه تفيد الاستمرار يعني يا رب انا مش ببيع حياتي وببيع شبابي للدعوه وانا طالب في الكليه انما لما اتجوز واخلف ما عادش عندي وقت للدين والدعوه كلام ده خلاص راح وقته بقى انا وانا فاضي بس معاك لا انا يا رب مستمر على ان انا بايع حياتي ليك وانا خفافا وثقالا وانا متجوز وانا مش متجوز وانا مخلف وانا مش مخلف وانا معايا فلوس وانا مش معايا فلوس انا يا رب لاخر لحظه من عمري بايعتك يا الله أنت قائد حياتي وموجه حياتي يا رب إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم يد الله فوق أيديهم كلمة جبارة وليها معاني كتير قوي المعنى الأولاني المباركة المباركة يعني, يعني أن الله يبارك هذه البيعة يعني تخيل ان ان يعني ربنا اللي بيباركها لك يعني ولا المثل الاعلى اما حد يقول لك الف مبروك يعني ايه؟ يعني حاجه جميله قوي وهو بقى شايف انها حاجه جميله، لما ربنا اللي يبارك لك البيعه معناه ان دي فتح عمرك معناه ان الشغل في الدعوه ده فتح عمرك كله وخير دنيتك واخرتك. المعنى الثاني يد الله فوق ايديهم وفوق العهد انت تبيع الله، خد بالك خد بالك أه انت تبايع الله يعني اوعى تنكث فمن نكث فإنما ينكث على نفسه اوعى ترجع في كلامك اوعى تلعب مع اللي خلقك اوعى تفتكر ان الشغل للدين لعبه اوعى لا ما في الدين جديه، الدين مجهود، الدين بذل، الدين تضحيه، الدعوه الى الله عطاء انت مش داخل تاخد انت داخل تدي، وربنا بكرمه هيديك اكتر مما تتخيل، ولكن انت داخل تدي يبقى خد بالك انت تبايع الله مش لعبه، اوعى تلعب. والا اتخذوا دينهم لهوا ولا والعياذ بالله تلاقي نفسك اتكنست والعياذ بالله واستبدلت المعنى الثالث وده ذكر بعض المفسرين زي ابن عاشور يد الله فوق ايديهم اي ان يد الله التي تنهمر منها العطاءات على خلقه يد الله يمينه ملاى سحاء الليل والنهار لا تغيضها النفقه ارايتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض الله سبحانه وتعالى يد الله المنهمر العطاء منها فوق ايديهم طول ما انت ايديك ممدوده بالافتقار والانكسار، طول ما انت بتشتغل للدعوه وبعد كده لا تتكبر ولا تتجبر ولا تمن على الله بما بذلت وانما تمد يد الافتقار والانكسار، وكانك تحس انك لم تقدم شيء للدين، وكانك تحس بالانكسار وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، انك تحس انك باسط يا رب يا رب يا رب طول ما انت شغال للدعوة، ارفع ايدك وانت شغال في الدعوة وملكش دعوة، ارفع ايدك تكون ملبن بقى طول ما انت شغال في الدعوة، ستنهمر العطاءات من يد الله على ايدي العاملين لدين الله اذا امتدت اليه بالافتقار والانكسار فبشرى بالعطاءات المهولة، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. كلمة خطيرة يا جماعة، ايه النكث ده؟ التوب لما بيجي يتنسك بيتناسك خيط خيط. ولما بيجي يتنكث بينكث خيط خيط. يبقى افهم الكلمه دي بتفهمك ازاي تبني دينك ازاي تتربى ازاي تتبني في الدين خيط خيط درس درس ايه ايه, ايه بتحفظيها ايه معلومه معلومه في طلب العلم دوره دوره قرانيه بتدخليها جوله جوله بتنزلها تدعو الى الله يبقى يبقى انت بتتبني نقطه نقطه اوعى تهد اللي انت بنيته اوعى تضيع اللي انت كسبته فمن نكث فانما ينكث على نفسه انت الخسران ربنا مش هيخسر حاجه هيجيب اللي احسن منك وهيجيب اللي احسن منك وهيجيب اللي افضل مننا وانت اللي هتقول الاستبدال طعمه وحش نعوذ بالله من الاستبدال ومحدش بيستبدل مره واحده الاستبدال بيجي بالتدريج تلاقي نفسك بقيت بره والعياذ بالله خد بالك حافظ على نفسيتك مع الله وحافظ على تجردك لله وحافظ على قلبك وحافظ على السبب اللي ربنا دخلك طاعته والاستعمال والدعوه بسببه، شوف جذور الفتح في حياتك، شوف ربنا من عليك بالطريق ده ليه؟ كان في حاجه بينك وبين الله، في معامله بينك وبين الله، في حاجه جميله ربنا حبك بسببها، حافظ على جذور الفتح في حياتك، ومن اوفى اللي اوفى ده بقى يعني ايه اوفي لنا اللي اللي استوفى نفسه لله. اللي استوفى ملكاته امكانياته امواله لله ومن اوفى اللي وفى بقى مع ربنا اللي ادى كل شيء لله ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسي طبعا عليه اللي قرأت الجمهور عليه في القراءات العشريه سيدنا حفص يعني قراها عليه اللي هي قراءه لاهل مصر ماشيين عليها ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتي مش فسوف يؤتيه ف تخيل الموضوع فوري وتخيل الموضوع مش سوف مش لسه ربنا سبحانه وتعالى من اول ما تمشي في طريقه كرمه واحتفاؤه بيك لدرجه ان بعض السلف اثبت لله قرطبي في كتاب الاسماء الحسنى اثبت لله اسم الله الحفي الحفي اللي هو بيستقبل بحفاوة بيستقبل العاملين اللي دينه بحفاوة بيستقبل التائبين بحفاوة فسيؤتيه أجرا عظيما نكرا للتعظيم والله العظيم لما يقول عظيم فهي على قدر العظيم يبقى مش عظمة الأجر على قدر تفكيرك وتصورك أنا لو قلت لك أنا هديك أجر عظيم اه حازم شومان يديني اجر عظيم يبقى حازم شبان مثلا يديني ايه 2000 3000 جنيه مثلا يعني ما كل واحد على قدره غير لو رئيس جمهوريه قالك انا هديك اجر عظيم اه لا ده شكله هيديني بقى شقه ولا هيديني بقى حاجه غير لو ملك من ملوك الخليج قالك لك هديك اجر عظيم يا عم ده شكله هيخبطني حاجه بقى بمليون ولا حاجه انما لما العظيم الله يقول لك هديك اجر عظيم فهو على قدر الله فأبشر يا من بايعت الله وأبشر يا من اجتهدت في الدعوة إلى الله وجينا لصفحة بعتبرها من أخطر صفحات القرآن بعتبرها صفحة ايقاظية للأمة، بعتبرها صفحة والله محتاجة نتكلم عنها في خطب الجمعة، ونتكلم عنها في الدروس، ونتكلم عنها في المساجد، ونتكلم عنها في مقاطع الفيس، ونتكلم عنها في الجولات، صفحة ايقاظية. الله بيتكلم بيكلم من تخلفوا عن نصر دين الله، الله بيكلم مسلمين، ربنا بيكلم هنا ست قبائل حوالين المدينة، قبيلة أشجع، قبيلة أسلم، قبيلة مزينة، قبيلة جهينة، قبيلة غفار، ست قبائل صغننة كده حوالين المدينة. ربنا بيك بس ما رضوش يخرجوا مع النبي عليه الصلاه والسلام في الحديبيه، لما الدين احتاجهم ما خرجوش ما سندوش، انما ملتزمين وملتزمات وملتحين ومنقبات وبيصلوا الجمعه مع النبي عليه الصلاه والسلام في المسجد النبوي اللي الصلاه فيه ب 1000 صلاه وبيصلوا الفروض الخمسه في الجوامع ومسلمين مش منافقين يا جماعه الصفحه دي مش كلام منافقين، المنافقين كان ربنا بيكلمهم في الصفحه اللي فاتت عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم ده المنافقين آه ويعذب المنافقين والمنافقات انما دول مسلمين مش منافقين وهي دي الصدمه ان في كبيره الامه الوقت متورطه فيها اسمها كبيره القعود عن نصر الدين الله الاسلام فرض علينا والقران فرض على الامه حاجه اسمها حياه الخروج في سبيل الله حياة الدعوة إلى الله حياة حمل مسؤولية الدين في العالم الأمة الإسلامية أمة مستخلفة من الله نحن قوم ابتعثنا الله ابتعثنا أمة مبتعثة من أجل أن تبعث مواد قلوب البشر ف... آه ده بقى بتاع الشيوخ والأظهر وال... مين اللي قال الكلام ده؟ تعالوا ما نشوف الصفحة المرعبة دي تعالوا ما نشوف الصفحة اللي اتكلم كلام مرعب لست قبائل ما خرجوش مع النبي عليه الصلاه والسلام هم مسلمين وبيصلوا تعالوا ما نشوف خطاب القران ربنا بيقولهم ايه بيقول لهم المخلفون ربنا سماهم المخلفون زي المخلفات كده انت ولا لك قيمه ولا بتعمل حاجه ربنا بيقولهم ما ليس في قلوبهم انتوا قلوبكم خاويه انتوا قلوبكم بقى معشش فيها عناكب الشهوات والشبهات يا رب يا رب يا مسلمين يا رب فمن يملك لكم من الله شيئا يعني إن أراد بكم ضرا انتوا ما انتوش عارفين الضرر اللي هتعاقبوا بيه في الدنيا قبل الآخرة بسبب تخلفكم وظننتم ظن السوء، انتوا قلوبكم مليانه سوء ظن بالله، هتفضلوا خايفين لحد امتى؟ هيفضل سوء الظن بالله مخوفكم انكم تشتغلوا في الدعوه احسن الدراسه تبوظ، خايفه تحفظ قران احسن ال... احسن الدنيا تبوظ، خايف يشتغل في الدعوه احسن مش عارف يحصل ايه، خايف يطلب علم احسن مصالحه الدنيويه، هتفضل لحد امتى عايز بس خايف؟ هتفضل لحد امتى الاسلام مخليك عايز و... و... وضعف الايمان اللي جواك مخليك خايف، وكنتم قوما بورا انتوا لا تمثلون اي اضافه، انتوا عاملين زي الارض البور اللي ما بيجيش من وراها خير، احنا ما شفناش منكم ابيض ولا اسود، انتوا عاملين زي العروسه اللي بارت اللي ما عادش ليها قيمه في سوق الخطاب، انتوا ما عادش ليكم قيمه عند ربنا، انتوا فقدتوا فقدتوا قيمتكم، انتوا قيمتكم ان انتوا خلفاء الله في الارض، اني جاعل في الارض خليفه، انتوا قيمتكم ان انتوا مبتعثين لدعوه الناس، انتوا قيمتكم ان انتوا بتنصروا دين الله، فانت خليتم عن دين الله اصبحتم عند الله بور اشد كلمه في الصوره وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله انتم ضعفاء الايمان فإن أعتدنا للكافرين أنتوا قلوبكم بدأ يعشش فيها بقى زي المستنقعات الراكدة التعابين هتسكنها والعقارب هتسكنها بتاعة الشهوات وشبهات فوقه قبل ما القعود عن نصر الدين الله يدمر لكم قلوبكم سيقول المخلفون قول زي ما أنت عايز تقول في الآخر بل كانوا لا يفقهون اللي اللي مش تتحركش عشان الدين مش هيفهم حاجة هيعيش وهيموت وهو مش عارف ربنا مش هتعرف ربنا غير لما تتحرك قلبك مش هينضف غير لما تتحرك عشان الدين وإن تتولوا كما توليتم من قبل، خدوا بالكم اوعوا جريمه ورا جريمه من التولي عن نصر الدين ربنا يعذبكم عذابا يعذبكم عذابا أليما تهديد بالعذاب وتهديد بإن ربنا هيأخذ هؤلاء بالقديم والجديد صفحه مرعبه، أنا بس حبيت أقدم لكم الصفحه دي وأقول لكم إن أنا أنا مش عايزك تفاجئ إن ربنا بيكلم هنا مسلمين يعني لو أنا جبت لكم آيات سورة النور هتقولوا ربنا بيكلم المنافقين لو جبت لكم سوره النساء يا عم ربنا بيكلم المنافقين يا عم احنا مالنا بالكلام ده يا حبيبي ده انا بكلم ده انا جايب لك ناس بيقولوا شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا استغفر الله العظيم عارف ان ده ذنب وعارف ان التخلف ذنب بس مش قادر على نفسه او ايا مكان بقى نتكلم الوقت في الشرح انا انا هذه ايه يخاطب الله فيها المسلمين ويكلمهم عن جريمه القعود عن نصر دين الله وعن كارثه التخلف عن الدعوه الى الله صفحه بتقول لنا بكل وضوح ان النصر الدين ربنا فرض وان الدعوة الى الله فرض وليست فضل تعالوا بقى اما نتحرك في هذا المجال العظيم ونشوف ربنا بيكلم هؤلاء اللي ما خرجوش ورا النبي اللي هم احسن مننا الناس دي كانت بتصلي الجمعة في المسجد النبوي الناس دي كانت بتصلي الفروض الخمسة في جماعة الناس دي كانوا ملتحين ومنتقدات انا عايز اقولك ان الناس دي احسن مني ومنك ومنك انا عايز اقولك خاف على دينك أنا مش جاي أقول لك صلي وصوم، أنا جاي أشرح سورة الفتح عشان أقول لك شيل دين، عشان أقول لك إن فتوحات الله بتتنزل عن الناس اللي شايلة الدين، وعن الناس اللي بتحمل هم الدين فيحمل الله عنها هم الدنيا والآخرة. سيقول لك المخلفون من العرب، النبي عليه الصلاة والسلام الآية دي نزلت في فين؟ نزلت وهو عند الغميم في جدة يعني، النبي عليه الصلاة والسلام في جدة ولسه راجع من مكة ولسه ما وصلش المدينة، ربنا بيقولوا هيقولوا ده، ربنا يعلم الغيب، وربنا يعلم النفوس، وربنا يعلم نفسيات كل الناس. سبحانه وتعالى يعني المثل الاعلى ده المدرس في الفصل يا جماعه بيقول للاولاد المساله وهو عارف ان ده هيجاوب وده مش هيجاوب هو ده ده بس بخبره ده, ده لا يعلم الغيب ولا يعلم النفوس ولم يقدر الاقدار فما بالك بعلم الله سبحانه وتعالى سيقول لك المخلفون من الاعراب المخلفون المخلف اللي هو المتروك اوعى تفتكر ان انت اللي سبت ده ربنا اللي سابك اوعى تفتكر ان انت اللي اخترت تعصي ده ربنا اللي سابك تعصيه فلا تظنن زي ما بيقول ابن القيم فلا تظنن ان العدو غلب ولكن الحافظ اعرض اوعى تفتكر ان الشيطان غلب ربنا وانتصر وخلاك تعصي ده الحافظ اعرض عنك وتركك للشيطان عشان ربنا يفوقك سيقول لك المخلفون اما علمت انه موفق ومخذول انت لو طلعت انت طلعت لان ربنا اللي طلعك وربنا اللي خد بايديك وقومك ولو تخلفت اعرف انك انت اتسبت شوف لماذا تركك تعصيه شوف ليه ربنا ما استعملكش لحد دلوقتي لو اي واحد عنده ابن او عنده حبيب بيعينه في الشركه بتاعته ربنا ما عينكش في المؤسسه بتاعت الدعوه ليه لحد دلوقتي ربنا ما استعملكيش لحد دلوقتي ليه القصة مش فصاحة أقل منك فصاحة واشتغلوا في الدعوة القصة مش علم أقل منك علم واشتغلوا في الدعوة القصة حاجة بينك وبين ربنا اصدق الله يصدقك الله سيقول لك المخلفون من الأعراب الست قبائل الحرين المدينة شغلتنا أموالنا وأهلنا مشغول بإيه مشغول بإيه تفضل مشغول بالدنيا لحد ما تجرفك بعيد عن دعوة ربنا مشغول بايه همك ايه شايل هم بيقولوا له شغلتنا اموالنا وأهلنا ومين اللي اداك اموالك ومين اللي اداك اهلك ربنا وهو انت هتتشغل بالنعمة عن المنعم ازاي انت هتتشغل بالرزق عن الرزاق ما ابأس هذا فاستغفر لنا فاستغفر لنا انا بحس ان الكلمة دي انتصار دعوي مهيب انتصار عارفين معاوية بن ابي سفيان لما راح يزور المدينة المنورة يا شباب يوم عاشوره فراح يوم عشرة هو خليفه فلقى كل الناس فتره فطلع على المنبر وخطب وقال لهم اين علماؤكم؟ كنت عملتها اخد بالجمعه مره اسمها اين علماؤكم؟ هو هو فين المشايخ بتاعت البلد؟ هو المفروض ان الناس ان الدعاء كانوا يعرفوا الناس ان ده يوم صيامه بيكفر ذنوب سنه، ازاي الناس ماشيه كده ومش صايمه النهارده؟ اين علماؤكم؟ فهي دي كده فاستغفر لنا الرسول عليه الصلاه والسلام ودعاه الصحابه انتشروا وسط المجتمع لحد ما المجتمع فهم ان العمل لدين ربنا ده فرض والمجتمع بقى كله فاهم ان التخلف عن نصره الاسلام ده جريمه وكبيره من الكبائر وموبقه من الموبقات فده انتصار دعوي مهيب انتصار دعوي عظيم ان المجتمع فهم ان حمل مسؤوليه الدين دي مسؤوليه امام الله وهنتسال عليها امام الله كما يقول الحسن البصري يؤتى بالاسلام يوم القيامه فيقول يا رب هذا نصرني ويا رب هذا خذلني يعني الاسلام هيشهد عليك او هيشهد ليك يوم القيامه يا ترى هيشهد عليك ولا ليك وربنا بيقول هنا اهو إنا أرسلناك شاهدا يا ترى الرسول الله يشهد عليك ولا ليك يا ترى الكفار يا ترى العصاة يشهدوا عليك ولا ليك يا رب شافتني وأنا متبرجة وما قالت حرام ولا حلال يا رب شافني وأنا واقف على النص يا بعصي ربنا وبعكس البنات وبشر مخدرات وما قال حرام ولا حلال يا ترى كل عاصي مريت عليه وهو بيعصي يا ترى كل كافر مريت عليه وهو على الكفر هيشهد ليك أمام الله ولا هيشهد عليك ويقول يا رب ما بلغنيش وسبني في الضلال اللي أنا فيه فاستغفر لنا توسيع مفهوم الذنب أن مش الذنب بس على ترك الصلاة أن مش الذنب بس سماع المحرمات أكل الحرام عدم نصر الدين ربنا ده ذنب طبعا شغلتنا أموالنا وقلنا فاستغفر لنا كلمه بتعرفك ان يعني مش عايز اقول منافقي زمان بقى ضعفاء زمان اشد ايمانا من مسلمي الان لان مسلمي الان بيقع في, الـ في, الـ في, في, في القعود وعدم الدعوه وما شايف ان ده ذنب هو زمان كان فاهم ان ده ذنب يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم ربنا بيقول ده كلامه خلاص اه زي ما الباكستانيين في السعوديه كده يقول لك جرجر بلاش جرجر كتير يعني ده كل ده كلامه وخلاص ما ليس في قلوبهم انتوا قلوب خاويه انتوا لو كان جوه قلوبكم حب الله لو كان جوه قلوبكم تعظيم جلال الله لو كان جوه قلوبكم معاني الايمان فعلا انتوا ما كنتوش قدرتوا تتكلفوا عن الدين كان الايه بتقول ان من اسباب ان ربنا لا يستعمل العبد ومن اسباب الكسل والعجز عن نصرة الدين هو خواء القلوب من المشاعر الايمانية الحقيقية الصادقة لو صدق قلبك لصدقت جوارحك يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يقولون مضارع مستمر ما قضينا كلامه خلاص وبيهرب من ضعف المواقف بحلاوة الكلام يا ابني قدام مين وبتضحك على مين الآية ده يا جماعة والله الآية دي أصلا بتفطر قلب الواحد بتفطر قلب الواحد في قول الله سيقول لك المخلفون الآية اللي قبلها الآيه قبلها قبل قبل ربنا بيقول انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم والعطاءات منهمره على اهل الدين وعلى اهل الدعوه ودول يا عيني الناس راجعه واخده شهاده لقد رضي الله، واخده انشان رأي يد الله فوق ايديهم، واخده رضا الله وعطاءاته، واخده بيعه الرضا، وده كل همه يا عيني ان شكله ما يطلعش وحش. انت من انتش عارف انت اتحرمت من ايه ياللي اللي مقصر في دين ربنا ويا اللي مقصر في دعوه ربنا شوفوا الفائزين خدوا ايه وده مش عارف عشان كده في النار ربنا بيخلي اهل النار يشوفوا الجنه ليه عشان يتقهر لان هو لو ما شافش الجنه مش هيفهم هو خسران ايه وعشان كده في القبر الله بيفتح باب الى الجنه قبل ما بيفتح باب النار للي هيعذب ولا الله عشان يقول له هذا كان مقامك في الجنه لو كنت اطعت الله لازم يفهم هو خسر ايه فربنا من رحمته في القران بيفهمنا اللي ما اشتغلش للدين خسران ايه يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا قل فمن يملك لكم من الله شيئا هنقف عند هذه الجملة بإذن الله سبحانه وتعالى عشان كده أعتقد أن احنا وصلنا لثلاثين دقيقة بقى الوقت بتاعنا وهنبدأ الحلقة ال العشرة بإذن الله من أول قول الله قل فمن يملك لكم من الله شيئا مش مهم احنا خدنا قد ايه المهم احنا بنستفاد ولا لا وبنقرب من كتاب ربنا ولا لا وبدأنا نستوعب كنوز القرآن وان القرآن مليان كنوز وان القرآن بيحل جميع مشاكل حياتنا وان القرآن كتاب حي بيتعامل مع همومنا وقضايانا مش مجرد كتاب الحرف فيه بعشر حسنات وان القرآن بيصنع الحياة وبيغير شخصيتنا وبيغير اضطرابات الشخصية اللي جوانا وبيصحح الوهات المعرفيه اللي عندنا وبيعالج الامراض النفسيه وبيدينا خط سير في الحياه وبيدينا طريق للنجاح في الدين والدنيا مش في الدين بس وان هو كتاب سر السعاده وان هو قاموس الحلول الربانيه للمشاكل البشريه والكتالوج اللي ربنا منزله عشان نقدر نوصل لربنا ونفهم الصح من الغلط ويبقى عندنا بصيره اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا، 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 اللهم آمين، اللهم آمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خير.